سولتو على الماكلة قال لك ما كان ياكلوش، قال لك دابا حاليا لما دقش علينا شي واحد وجاب لينا الغداء راه ما غاديش نتغدى. مع الفقر، مع التهميش، مع بزاف ديال المعاناه اللي ما يمكنش تصوروها وما يمكنش تخيلوها، لا ما لا ضو لا غطاء لا فلوس لا ماكله لا والو، من غير عطف الجيران لو صنفت عليك صدام ما لقيتش اللي يوقف معايا وهذا، وانا نخرج معاك انت مشتاف في الكرسي. داكشي اللي كنا حاطين في بالنا لقينا اسوأ منه، كما كتشوفوا جوج خوت كيعانيو من الاعاقه عايشين بوحدهم، الا ما جابوش ليهم الناس ما ياكلوا راه ما غاديينش ياكلوا. كاين صعوبه في الكلام، ناس في الجبال ما عارفينش، ما كيعرفوش شنو هي الصحافه، ما كيعرفوش شنو هي الكاميرا، ما كيعرفوش شنو هي وسائل التواصل الاجتماعي. المرتعم اللي مات تما صافي، اللي مات ماماك جاتك الصدمه. متابعينا على اشواق تيفي، كنحييكم مره اخرى من اعماق جبال الاطلس المتوسط. اخذتوا الغماره واخذتوا المغامره انا ورفاقي وزملائي في العمل. في الاول كنا كناخذوها كنقولوا الناس كيقولوا كاين مغرب عميق، كاين الناس عايشين الحرب في بلادهم مع بزاف ديال الاشياء، قساوه البرد، قساوه الطقس بصفه عامه، ما عندهمش فين يسكنوا، كاين مرض، كاين فقر، كاين هشاشه، كاين بزاف ديال الاشياء حطيناها وقلنا هادشي ما يمكنش يكون احنا في مغرب 2021. لكن في حضورنا لاعمق الجبال وزيارتنا لمجموعه من العائلات ومجموعه من الاسر تاكدنا ان داكشي اللي كنا كنسمعوا ماشي من نسيج الخيال، انما واقع، واقع معاش ما يمكنش لنا نشوفوه. حنا كنصبحوا على كلاكسون الطوموبيلات وكنشوفوا العمارات وكنشوفوا الناس خارجه وغادا تقدا وخارجه والناس ضاحكين، لكن هاد الناس اللي كيعيشوا تحت عتبه الفقر في هاد الظروف القاسيه الصراحه اللي كتاثر في قلوبنا جميع، وهادشي اللي خاصنا نسوقوه وهادشي اللي خاصنا نوريه للمشاهدين والمغاربه من داخل ارض الوطن ومن خارجه. هاد الناس اللي في جنبي جوج ديال الخوت وفات الوالده ديالهم كيعانيو من اعاقه، تخيلوا معايا اخواتي في هاد البرد وفي هاد الجو وفي هاد الزمن اللي هو زمن كورونا وفي هاد السنه بالضبط اللي هي 2020، هاد الناس كيعانيو وكيقاسيو مع الاعاقه، مع الفقر، مع التهميش، مع بزاف ديال المعاناه اللي ما يمكنش تصوروها وما يمكنش تخيلوها، لا ما لا ضو لا غطاء لا فلوس لا ماكله لا والو، من غير عطف الجيران والناس اللي قراب ليهم. القصه الصراحه اثرت في قلبي واثرت في الطاقم اللي كيشتغل معايا، لذلك غادي تسمعوها على اللسان ديالهم، رغم ان عندهم صعوبه في الكلام ما كيقدروش يهضروا بواحد الطريقه سلسه، انا غادي نساعدهم ونشرح جميع الكلام اللي كيقولوا. يعني خويا محمد بعدا كيدير بخير؟ كيعيشين هنايا بعدا اصلا منك حمد؟ عايش مزيان عندو جوب حوجك يطلعوا لنا دابا، الا خرجت اختي تخرج تطيح زاد رسخور انا الحاله ديال انتم واجتوا واخا هاد الحاله ديالك شنو اللي وصلك ليها؟ لو صنفت عليك صدام ما لقيتش اللي يوقف معايا وهذا، وانا نخرج معاك انت مشتاف في الكرسي. سيدي شنو ضربك؟ ضربتك طوموبيل هنا ولا شنو؟ ضربتني رونو، ضربتني في وادي فرنسا دي. ومن تما ما لقيتيش يعني فين الدواء فين تعالج بقيتي هكا؟ لا وليت الكروسه وتمشي تنشو الوجوع تعطي 100 تعطي درهم تعطي تنشري الخبز، الخبز دابا تنشري ورا ما ختي ما تبقاش تعجن. والناس الوجوب حوجك تجيب لنا الخبز تجيب لنا الدواء تجيب لنا الطعام، بلغتك ربي مرحبا. داكشي اللي كاين كيف ما كتسمعوا في زيارتنا لا لهاد الناس ولا بزاف ديال العائلات كيقولوا حاجة واحدة، الحمد لله والشكر لله، حمد الله وشاكرينه، رغم هادشي كاع كامل اللي كيعيشوا. باش نوضح لكم اكثر، هاد السي محمد كان بخير، كان خدام على اختو، كان مع يعني واقف مع الاسره ديالو كيصرف عليهم، دار كسيده حادثه تسير، من تما ما لقاش اللي يقابلو، ما لقاش بزاف ديال الاشياء، بقى على هاد الحال الى يومنا هذا. قال لك غير الناس كيعطفوا عليا، مره يجي عندك واحد، مره الجيران، كل مره كيعطف عليك واحد. السلام عليكم، شسمك الله؟ لا خويا ها الهام سنت العربية اخا. قولي لي انتي المرض ديالك شنو هو، شنو عندك؟ المرض عام اللي مات تما صافي، اللي
ملي مات ماماك جاتك الصدمه من تما وليتي فحال هكا ما كنتيش فحال هكا؟ لا كنتي عاديه. اه عاديه. واخا نتوما عايشين هنا يعني في الجبل كيفاش كيدوز عندكم النهار؟ يعني ما كاينش فلوس ما كاينش بزاف د الحوايج. كانت العافيه ما كانت يعني على قبل البرد على قبل البرد. ايه فاش كطيح عندكم الشتا هنا؟ ها؟ الشتا فاش كطيح اش كديروا؟ تطيح الشتا كان كنسان الله سبحانه هو كاين صعوبه في الكلام الناس في الجبال ما عارفينش ما كيعرفوش شنو هي الصحافه ما كيعرفوش شنو هي الكاميرا ما كيعرفوش شنو هي وسائل التواصل الاجتماعي لذلك حنا كنوصلوا رسالتهم واخا كنحاولوا يعني نكثروا الاسئله باش ان نوصلوا لقمه المعاناه ديالهم لكنهم ساكن ديما كيديروا بعفويه وما كيبغيوش انهم يبينوا ذاك الضعف لا من الجانب المادي ولا من الجانب الانساني ما كيبغيوش يكسبوا التعاطف ديال الناس ولا كذلك الشفقه كيجاوبوك بجواب واحد الحمد لله والشكر لله وهادشي الحمد لله اللي شفناه عند جميع العائلات واخا كيعانيوا الا انهم حامدين الله وشاكرين وكاين ناس محمد لله واخا انت قول لي بعد انت كتهضر شويه اكثر من الاخ ديالك هنا الدار هادي ديالكم ولا لا؟ لا ماشي نغطي انا وجوب حوجك. الدار غير عطاوها لكم. واكم شتو لاطو ولا عايش مع تنجل عايش مع واحد المؤمن عطانا طاقة، طاقة منه ما خصهاش قال لك الطاقة ضوبيهم وانا عطيتها للاخرى دينار نموت وصافي انت. تنضوي و شنو كتاكلو شنو كتاكلو؟ ما تناكلوش دابا دابا ما جبناش الغدا ما نتغداوش غنبقى. قال لك ان مؤمن ومحسن اللي عطاهم هاد الدار باش يسكنوا فيها وباش يدفوا فيها ما عندهمش الضو كانوا كيضويو غير بالشمع ما كاينش الماء جا واحد المحسن اخر حتى هو من هاد القبيله عطاهم الطاقه الشمسيه سولتو على الماكله قال لك ما كناكلوش قال لك دابا حاليا لما دقش علينا شي واحد وجاب لينا الغداء راه ما غاديش نتغداو وشنو وعايشين فحال هكا يعني كتسناو الناس يعطوكم كتسناو الناس يرافو بكم حتى اللي يمتى شنو الحل؟ اختي دابا ركستي ماغ وانا ماغ اللهم لك الحمد دابا الا دخلنا شي واحد بغا يقسطنا ولا شي صفار راه ما كنضرب على الاخر كلشي وصل وانتم زادتوا بوجهكم عايشين بوحدكم غير انت واختك؟ عايشين انا واختي الله يكثر خيرك يعني دخل عليكم كيف قلتي شي واحد ما كاين لا غيدافع عليكم ما كاين والو عايشين وربي فوقنا لا دخلنا شي صفار ولا شي ما كاين لا غيدافع على الاخر كلش طايق الارض والنهار تكون الشتا راه تهربوا من الماء وصافي الا وراك حالتنا في الدار وهادشي اللي كان صعيب الحال بشكل كبير كيف قلت لكم في التقديم ديال الفيديو شي حوايج اللي شفناهم وعشناهم الصراحه كنت غير كنسمع بهم كانوا الناس غير كيعاودوا كنشوف في الافلام وفي المسلسلات التحدث بشكل كبير على المغرب العميق المغرب المنسي ناس كيعانيوا والجبال الثلوج صعوبه المناخ بصفه عامه لكن اليوم عشوا من بعد ما خديت الغمار التحدي انني نزور هاد الناس صعوبه الطرقان كاين بزاف ديال الحوايج تحدينا جميع الصعاب وقلنا نجيو عند هاد الناس ونجيو نزورهم وفعلا داكشي اللي كنا حاطينه في بالنا لقينا أسوأ منه كما كتشوفوا جوج خوت كيعانيو من الإعاقة عايشين بوحدهم الا ما جابوش ليهم الناس ما ياكلوا راه ما غاديينش ياكلوا لا ما لا ضو لا تدفئة لا خشب لا حتى شي حاجة لا حتى شي حاجة حتى حاجة ما عندهم جميع الحوايج اللي غيخليهم يعيشوا واحد الحياة ملائمة ما كايناش قولي لي اختي بالنسبة لك انت كامرأة يعني كتشوفي هاد الحاله هادي كاع كامله واش كديري داكشي اللي يعني اللي كيدو عيالات كتصبني كتغنطر في الدار ولا لا لا اخويا نهائيا لا ما كاش تندير غير شي حاجه على تقدسها انت ما كتقديش تمشي الا ما مشيتيش بالكرسي المتحرك الكروسه انا ما كنتحرك بزاف يعني هادشي ما كنتيش انت مريضه به كيف قلتي توفت الوالده ديالك جاتك الصدمه علاش جاتك الصدمه ما قلتوا تقب وحدكم امكم اللي كانت معكم مشات ولحد الساعه الناس اللي كيرافوا بكم الناس اللي واقفين معاكم الناس اللي معاونينكم اللي واقفين معايا واخا شي نسولك اخر مره تفرجتي في التلفازه انا ساعات التلفازه حتى رانا كراجل مسكين انت
انت عمرك تزوجتي ولا كنتي فيتي مزوج؟ لا ما مزوجتش. عمرك ما تزوجتي؟ لا. التلفزه عندكم ما خداماش؟ خدامه. خدامه يلا خدمات بالطاقه بالطاقه الشمسيه. ايه المهم السيد وقف معاكم يعطيكم الطاقه الشمسيه عاوناتكم شويه. وبالنسبه للماء اش كديروا فيه؟ الماء كعمرات ويجيب. متابعينا تبعتوا معنا المعاناه القصه ديال هذا الخوت. هذا الولد هذا سي محمد كيخرج بعدا من الدار كيجلس حدا الدار عنده يعني كرسي متحرك. كذلك الاخت ما تقدرش تمشى لما تمشاتش بالكرسي المتحرك. صعوبه الحياه، صعوبه الظروف، صعوبه الوضع اللي هما كيعيشوه في قمه ولا في عمق جبال الاطلس المتوسط في عز البرد وفي عز هذا الزمن عز الازمه. هاد الناس كيعانيوا في صمت، في صمت انا حتى شي واحد ما كيوصلهم، حتى شي واحد ما كيسول فيهم، كيرعفوا بهم غير الجيران ديالهم والناس اللي قراب ليهم. كيف سمعتوا الا ما جابوش لينا الجيران الغداء راه ما غاديينش نتغداو. هادشي الصراحه صعيب. انا ملي في الاول قلنا ما غادي نجيو لهاد الناس وغادي نعيشوا معاهم وغادي نشوفهم كيفاش كيعيشوا، كيف قلت لكم ما كناش كنظنوا ان راه كاين هادشي. ملي جينا لقينا الأسوأ وحنا مازال غادي تتبعوا معنا رحله المغرب العميق مازال مستمره. هاد الناس غادي نحاولوا ان كيلك ما عندهمش التليفون، نحاولوا نشوفوا رقم ديال شي واحد مقرب ليهم نخليوه على الله وعسى نلقاو محسنين. وكذلك جمعيه المجتمع المدني اللي في اقليم خنيفره ولا كذلك اللي في اقليم افران اللي قراب ليهم انهم يجيو ويوقفوا معاهم ويتساعدوا معاهم، لان هاد الناس محتاجين. وحنا ان شاء الله مازال غنزور هاد المنطقه ومازال غنتبعوا الناس في هذه الرحله هذه ونوقفوا معاهم الى اخر رمق باش يتساعدوا معاهم ويتعاونوا معاهم، لان المغرب المنسي ما بغيناهش يبقى منسي، بغينا نتفكروا هاد الناس بالمساعدات وبالقلوب الرحيمه ديال المحسنين وكذلك بالعطف ديالهم. متابعينا كان معكم حمزه من دوب خف كاميرا عز الدين صدوري، لنا الصوره لكم التعليق. تبارك الله عليكم. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.